الكلمة يمثل حزب الأمة الدكتور عواد الظفيري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأخوة، نحيي هذا الحضور الذي أتى اليوم دفاعا عن الكرامة وليس ردا لمرسوم. اليوم أيها الأخوة نحن أمام محك تاريخي لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا والدفاع عن كراماتنا، كراماتنا المهانة يوميا وباسم القانون، هذا القانون الذي يريد حبس شرفاء الأمة أمثال السواق والطاحوس والداهوم ومسلم والمغردين الشرفاء الذين ينقدون الوضع الاستبدادي في الدولة. لن أطيل عليكم لأنكم سمعتم بما فيه الكفاية، ولكن نقول الحل هو بشيئين اثنين لا ثالث لهما، وهذين الشيئين لا يتحققان إلا بإرادتكم أنتم لمستقبلكم ومستقبل أبنائكم. نريد دستور جديد، دستور جديد، دستور جديد، دستور يحقق السيادة للأمة مصدر السلطة، لا أن يضرب نواب الأمة، لا أن يسجن نواب الأمة، لا أن يحل المجلس دون الرجوع لإرادة الشعب، لا أن يحل المجلس حل غير دستوري، ولا أن تزور الانتخابات، لا أن يأتون بمجلس مسخ لا يمثلنا ولا يشرفنا. والسلام عليكم ورحمة الله.